هذه حالة خطيرة، هذه ردوا البال منا. هاي 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 غريب الحياة هنا سبحان الله. ها هو هذه غندير لنا كل هذه كاين اشرف كاين شوف معي سبحان الله. مع الاسف نحتلي من طرف الاسبان. صباح الخير عليكم. اليوم غادي نشدو الطريق في حالنا وغادي نودو هاد البلاصة. فترة ضروري ملي تسالي قول لي الدكة كي جاتك. اوكي طبعا انا كنجمع الماتريال كامل كنخشيه في الطوموبيل ما بقى ليه والو نسالي كنتسنى هاد العيبات ينشفوا وندخلهم تما. وهاد الشكارة هادي حتى هي اللي في ظهري. صافي الخوت كملنا، دابا غادي نمشيو في حالنا غادي نشدو الطريق وغنودعو هاد المكان الرائع اللي كاين هنايا. هاد الدويرة هادي زويونة وهاد البحر هذا الرائع اللي كاين هنا تما غنودعوه. اشرف حتى هو غادي يمشي معنا. كانت هذه الرحله ديالنا لهاد البلاصه هذه ديال منطقه تزاغين على الطريق الساحليه. غادي ندوزو للحسيمه، ما دايرين لا بروغرام لا والو، فيما تبان لينا شي بلاصه زوينه غادي نصوروا لكم ونشاركوها معكم. واحد الحركه درتها خطيره دابا الطوموبيل بدات كديراطي واحد شويه اللي بديت كنقلب فيها السيوره ديال القبيه بدلني الموتور كيدور. هذا الدينامو هذا كيدور هو يتخشي ليا السير هنا يكون كان معقود وكون راه مشيت مع الموتور. دابا نحيدو لاحظوا الاخوان هذه حاله خطيره، هذه ردوا البال منا. ما عمر انسان يقرب للموتور ولا شي حاجه يكون شي حاجه مدليه ليه ولا شي حاجه. ردوا البال عبد الله. بنت لينا واحد البلاصه سميتها بلاصه الصفيحه غنمشيو لها ان شاء الله نشوفوها كي دايره. عجبتني صراحه هي فيها واحد المنظر خطير. جينا لواحد المنطقه رائعه بزاف كما كتشوفوا معنا في الحسيمه. هنا كاينه جزيره نكور اللي كتبعد على الشاطئ ب 300 متر اللي محتلينها الاسبان. هذه الجزيره باينين فيها هنايا سنه 28 غشت 1673 ومحتله ايضا واحد جوج صخرات كاينين هنا قراب اللي ما كيبعدوش على الشاطئ ديالنا بواحد 40 ولا 50 متر، يعني قريبه بزاف للشاطئ المغربي. شوفوا شحال تقريبا. الصراحه هاد الجزر اللي كاينين هنا رائعه بزاف، مع الاسف محتلين من طرف الاسبان. الوجهه ديالنا اليوم بصدفه كانت في شاطئ الصفيحه قبيل الشاطئ ب 300 متر كتواجد جزيره او صخره نكور المحتله من طرف الاسبان. وبالجوار ديال هذه الجزيرة هناك صخرتين محتلتين أيضا غير مأهولتين. احتلت هذه الجزيرة في 28 غشت سنة 1673. وبشكل دوري تأتي سفن ومرواحيات إسبانية تزويد الجزر المحتلة بالمواد الأساسية للسكان المتواجدين بها. وبجانب جزيرة نكور توجد صخرة أيضا اللي سماوها الإسبانيين بلا بولبيرا. وبالداخل ديال هاد الصخرة كتواجد مقبرة صغيرة وحسب مصادر إسبانية حوالي 60 شخص مدفونين من بينهم المدنيين والعسكريين. عاشوا على هاد الصخرة 350 تقريبا منهم الناس اللي خدامين في التجارة مع القبائل المغربية القريبة. قبل سنتين قاموا بوضع محطة تحلية المياه
داخل جزيرة نكور. جزيرة نكور هي واحدة من العديد من الجزر الأخرى المحتلة اللي غادي نزورها من بعد. ودابا في نظركم شنو قدروا نلقاو في هاد الشاطئ بكاشف المعادن؟ هاد الشي اللي غادي نشوفوه في هاد الفيديو، بقاو معنا. نواد صارعين وكيتبون باو يا الخوت. اول حصيلة هاد البلاصة هادي قدام هاد الجزيرة الرائعة، جزيرة نكور اللي كاينة في منطقة حسيمة قايد درهم. سبحان الله اغلب الخرجات كنلقى فيهم درهم هي الاولى ولا 10 دريال. جوج دراهم، دابا عندي 3 دراهم ولكن بغينا الذهب. إنها ضربة هنا خو، شي حاجة تضرب لي يديك لي الربالة احسن. هاد البلاصة فيها الرملة كحلة، الفلوس تيك حالو سبحان الله، كيشدو اللون ديال الرملة. هاي 5 دراهم، انا كنجمع فلوس ليسانس باش نمشي للمحمدية، دابا عندي 8 دراهم. هاش راه كاين الصرف في هاد البلاصة. شوف معايا سبحان الله، شوفوا شوفوا شو واحد العكريشة كي دايرة. هاد كتكون في القوقعة ديالها، القوقعة ديالها حداها وقيت، دابا خرجها البحر. بقى مسكينة سخفانة، هادي هي القوقعة ديالها، لقيت القوقعة لهيه وهادي لقيتها هنايا. دابا كتكون مسكينة داخلة بحال هكا، دابا ماتت خرجها البحر، مغاداش تقدر ترجع، مستحيل ترجع هادي. سبحان الله هذه بقى عامرة، هذه غنديها ناكلها، هذه هي خرجها البحر، هذا تيكونوا عامرين من الداخل. هادشي غريبة الحياة هنا سبحان الله، منطقة ما كتشبهش المنطقة. شوفوا معايا هذه الميخة، هذه هي الميخة، هذه هي عامرة ولكن توسخت مسكينة. هنا كاين القهاوي وهنا كاين هذه الجزيرة رائعة. دابا غادي نشوفوا أشرف شنو غادي يلقى، قال لي كنتحداك نبداو أنا وياه من دابا ونشوفوا شنو غيلقى أشرف. داكشي اللي لقيت قبيلة كاع ما نحسبوه. إشارة ديال الدرهم هذه، الزربة الزربة ضرب الزربة. كاين أشرف كاين شي درهم هذه، إشارة ديال الدرهم. بعد البال راك تضرب البال. كاينة شي حاجة.
هيا درهم جوج درهم والله حتى جوج درهم والله الا لا اشرف هاي جوج درهم كاين اشرف كاين الله يهديك هاي عندك جوج درهم اشرف نخبيها لك هاي نخبيها لي هاي يلا خروا نشوفوا الحساب شحال كاين الله يعطيك الصحه أربعة وثلاثين مرة كتضرب مرة كتقطع بعيدة شوي غارفة هاي هاي شد لتحت من الذهب واو بلاتي الغسل ونجي هاهو الخوت هنايا كارم فيه شوية الحجر كارم هنا واخا حكيتو هاهو مسدود هادو راه ثقبات هادو شريطات واه اخيرا داكشي علاش جينا لقيناه هاهو انت غتدخل لهاد البلاصة السرية اللي فيها هاد الجيب هذا اوبا يلا نكمل لقيتو لتحت غارق شوية دابا نردو هاد الحفرات ونمشيو نقلبو بلاصة أخرى المهم خاتم جبت ليها غنزيد نقلب شوية على الله شي جوج أخرين ولا ثلاثة ولا أربعة هاي هاي هنا هاد البلاصة بيس خاوك غارق شويه هنايا كتضرب حسي نسي ضربه فيها بعيده هو تاع الجبال غيكون شي خاتم ديال الذهب ولا ديال الالماس هاي طلعت اخيرا اوه خاتم
إنه خاتم من الفضة. النقرة كتكحال، هذا خاتم ديال النقرة الخوت. بلاتي نغسلو ونجي حكو شوية حيد من الكحولية. هو بدا كيبان. شوف هو الخوت، خاتم ديال النقرة وخاتم ديال الذهب وشي صريف درتو في الشكارة. يا سلام. هاد البلاصة هادي واعرة بزاف، عجبتني الصراحة، مكرهتش نبقى فيها، ولكن تابعاني الطريق، غنحاول نقلب مازال، وديك الساعة إلا مشيت نمشي مرتاح، نكون بعدا قلبت تشبعت. راه حالة زونة جاية من ديك الجزيرة. هادوك الجزر اللي تما كاينة وحدة وجوج واحد الحجرة تما صغيرة، وهاد الجزيرة هادي ثلاثة محتلين من طرف الإسبان. غنقرب وحدهم ونشوفهم عن قرب. هذا غيبقى تذكار عندي، غنحطو عندي، عقلوا عليك. هذا ديال الجزيرة المحتلة. واخيرا وصلنا للبلاصة الواعرة اللي قلت لكم هي هذه. كاين هنا جوج ديال الجزر في هذه البلاصة، هذه خطيرة خطيرة بزاف، عجبتني الصراحة. ومعها هاد الجبال، هادو قابلين لها، هاد الجبال المغربية وهاد الجزر محتلة من طرف الإسبان. جينا قلبنا في هاد الشاطئ الرائع ولقيت فيه خاتم ديال النقرة وخاتم ديال الذهب وشي طريف، ومازال غادي نرجع وغنزيد نقلب إلا لقيت شي خاتم أخر ولا شي سلسلة أخرى. حرك لاباراي 47 حيت شوف لا قلب قلب طلعات هاي 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 لحتيها هاي 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 سلسلة ديال النقرة النقرة وجوج دراهم. المهم خويا أشرف سال الوقت، خاصنا نمشيو من الصباح حتى تقلب. حتى لا راه تعطلنا صح، خاصنا نمشيو. كما كتشوفوا معنا هذه الحصيله، وهنا عندنا 1 2 3 4 5 و5 دراهم اللي هي 10، وعندنا هنا 2 دراهم كما كتشوفوا معنا. واخر حصيله الخوت كما كتشوفوا معنا هي خاتم ديال الذهب، قرمات ديال النقره وخاتم ديال النقره.